راديو أوريانت بترد الروح. زاوية حرجة مع حازم العريضي. مرحبا بكم مستمعينا. انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية أعمال القمة العربية في دورتها العادية 26 برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تسلمه الرئاسة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح رئيس القمة السابقة. وتركزت الكلمات الافتتاحية على تطورات الأزمة اليمنية وضرورة مواجهة الإرهاب والتصدي له. ويشارك في القمة التي تعقد تحت شعار 70 عاما من العمل العربي المشترك 14 رئيسا وملكا وأميرا باستثناء سوريا التي سيبقى مقعدها شاغرا بموجب قرار مجلس الجامعة العربية بتعليق مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية. وتأتي هذه القمة بعد أيام من انطلاق العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية ضد أتباع إيران في اليمن. وكانت عمليات عاصفة الحزم بدأت منتصف ليل الأربعاء الخميس الماضي، ما يعتبره مراقبون انقلابا للموازين الإقليمية نحو استعادة العرب المبادرة، بينما يرى آخرون أن النفوذ الإيراني لا يزال متحكما بكثير من مفاصل المنطقة، وقد تكون التطورات الأخيرة نوعا من تقاسم النفوذ بحيث تتراجع إيران عن مكتسباتها في اليمن مقابل تكريس تدخلها في العراق وسوريا. لنقاش موضوعنا اليوم تحت عنوان قمة شرم الشيخ وعودة العرب إلى دائرة الوجود، نرحب وإياكم بضيفي الكريمين في النصف الأول من الحلقة، الدكتور في جامعة قطر محمد المسفر للحديث عن أجواء القمة والمنتظر منها، وفي النصف الثاني من الحلقة نستقبل من باريس الدكتور خطار أبو دياب للتركيز أكثر على آفاق التطورات في المنطقة بعد عاصفة الحزم. أرحب بك ضيفي الكريم الدكتور محمد المسفر، واسمح لنا بداية أن نستمع لتقرير التالي. قمة مثقلة بملفات المنطقة لم يأخذ الملف السوري الحيز الكبير بكلمات الزعماء العرب، باستثناء كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي أكد على دعوة مصر لجميع أطياف المعارضة السورية لحضور مؤتمر قادم تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة. إن الحاجة ملحة للتعاون والتنسيق لاعتماد تصور عربي يفضي إلى إجراءات جدية لإنقاذ سوريا وصون أمن المنطقة، ولا مناص من استمرار الدفع أزاء الحل السياسي لوقف نزيف الدم وبما يحفظ وحدة الأراضي السورية وصراء نسيجها الوطني. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دعا إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف واحد، مشددا على ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري. ويناقش القادة العرب 11 بندا، يأتي الملف السوري بالبند الرابع ضمن ملفات أخرى تتعلق بالتطورات التي أسموها بالخطيرة بكل من سوريا وليبيا واليمن. ويرى متابعون أن الملفات العربية مرتبطة فيما بينها، خاصة تلك المتعلقة بما يحدث باليمن والعراق وسوريا، ولا بد أن يكون للأزمة السورية نصيب الأسد من المحادثات الجانبية لزعماء العرب. فيما يرى مراقبون أنه بات من الواضح أن الملف السوري أصبح تحت رعاية مصرية بشكل رسمي. لبرنامج زاوية حرجة هاني مو. أكرر ترحيبي بك الدكتور محمد المسفر، مرحبا بك في برنامج زاوية حرجة على راديو أورينت.
مرحبا بكم جميعا. أهلا بك دكتور محمد. يعني بداية ومباشرة إلى التفاصيل، الكلمات التي أدلى بها الزعماء العرب في القمة التي انطلقت اليوم في شرم الشيخ، يعني عكست إلى حد ما تركيزا ليس بالكبير على القضية السورية، يبدو أن القضية اليمنية هي تأخذ الأولوية الآن، ولكن هل يعكس يعني تركيز الذي كان أكبر من غير الكلمات في كلمة الرئيس المصري دورا مصريا قادما باتجاه الملف السوري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء تأتي هذه القمة في ظروف عربية صعبة جدا، وفي غياب قيادة عربية كاريزمية ينظر إليها ويشار إليها بالبنان في هذه الظروف الصعبة. مصر مع الأسف الشديد الدولة التي تحتضن القمة هي في نفسها تحمل إشكالات كثيرة، إشكالات داخلية، إشكالات مع المسألة الفلسطينية، وإشكالات أيضا تمددت إلى أن تكون تمتد إلى سوريا فيما نرى من الكلمات التي قيلت في مؤتمر القمة. إلى جانب هذا الموقف نرى أن هناك كلمات أخرى واضحة لا لبس فيها، وهي كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عندما قال أنه في الشان السوري بأنه لن يسمح بأن يصافح يد قد تلطخت يدها بالدماء الشعب السوري، وأيضا كلمة أمير دولة قطر الذي قال أنه لا مكان للقيادة السورية التي أجفلت نصف شعبها أو ذهب ضحية البراميل المتفجرة إلى آخره من هذا المقال. أقول بأن القضية السورية طبعا هي على جدول الأعمال ولم تنقص منها ما يجري في اليمن، لكن لكل حادث له أولويته. الأحدث في الأحداث هي قضية اليمن اليوم، ومؤتمر القمة وقف عندها وما زال يقف عندها. دكتور محمد، دكتور محمد، وأنت المراقب والمحلل يعني في هذه التفاصيل إجمالا، كما ذكرت يعني قول جلالة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بأنه لن يسمح بمصافحة يد تلطخت بالدماء بدماء سوريين، يعني هل نقرأ في ذلك يعني موقفا متقدما اتجاه حتى رفض ما يعني ما يطرح من مبادرات سياسية لحلول يعني قد يعتبرها البعض هي نوع من التحايل لإعادة تأهيل النظام؟ لا شك بأنه الحل السلمي هو لا شك هو الهدف المطلوب الآن، لكن الحل السلمي لا يتأتى بوجود من تلطخت يدهم بالدماء ومن أعلى سمائه بطائرات يقذف على شعبه البراميل المتفجرة والصواريخ بعيدة المدى والأسلحة الكيماوية. هذا لا يمكن أن نظر إليه أو الجلوس معه والحديث معه في الشان السوري، لكن هناك قوة وطنية سورية لا شك في ذلك، وحتى بعض من هو في داخل النظام الذي لم تتلطخ يده بدماء الشعب السوري، وأولئك الذين لم يقفون إلى جانب الشعب إلى جانب الدولة أو بشار الأسد على وجه التحديد هو وفريقه الإرهابي الذي يقود الإرهاب ضد الشعب السوري، هذا لا يمكن أن يكون له مكان على جدول المفاوضات والحوارات التي ندعو لها جميعا من أجل الخروج بأمر سلمي يعني يوفر ما تبقى من الشعب السوري ومن بنيته التحتية. طيب دكتور محمد، لا وجود للنظام وقوته العسكرية بين المتفاوضين والمتحاورين من أجل مستقبل سوريا. طيب دكتور محمد، يعني يرى بعض المراقبين بأن هذه القمة العربية قد تكون فعلا نوع من الاستثناء من سلسلة القمم العربية لوجود حد كبير من التضامن العربي، خاصة سبقه مواقف موحدة وحازمة تجاه عدة مسائل إقليمية يعني غير مسبوقة، هكذا مواقف متقدمة لدول عربية، ألا يؤهل ذلك لاستعادة المبادرة بالنسبة للمجموع العربي؟ أنا لا أرى أي شيء تغير في قمة 26 المنعقدة اليوم في شرم الشيخ عن المؤتمرات القمة السابقة. الحدث الذي نحن بصدده وهو اليمن والتحالف الذي هنا، وجد دولة مركزية تقود التحالف
والقوة الدولة المركزية هي المملكة العربية السعودية، ويعينها في ذلك دول مجلس التعاون حلفائها وشركائها في مجلس التعاون، ثم التضامن العربي الذي انضم إليه كل له أهدافه في هذا الموقف. ولكني أقول أنه إذا توفرت دولة المركز تتوفر الإرادة العربية، لكن مع الأسف الآن وقد تحددت دولة المركز وهي المملكة العربية السعودية التي أصبحت الآن في المرآة وأمام الرأي العام العالمي والعربي بأنها دولة المركز والقادرة على تسيير أو اتخاذ قرار أو أنها صاحبة إرادة تستطيع أن تنفذها في أي لحظة كانت. يعني إذن يعني هناك استعادة يعني من خلال كلامك حتى يعني بوجود الدور المتقدم للمملكة العربية السعودية والالتفاف إلى يعني هناك تحالف يخوض معركة واضحة المعالم بكل صراحة، وحتى أنه يعني استبق الذهاب، يعني اعتدنا عادة بمسائل في التطورات في العراق والتطورات في سوريا أن ننتظر قرار من الجامعة العربية ثم الذهاب إلى مجلس الأمن المغلق بحكم وجود فيتو من بعض الدول وما إلى ذلك، ولكن هناك مبادرة لا تنتظر كل هذه وتأخذ يعني كل هذه المبررات وتأخذ مشروعيتها من القرار العربي، أليس كذلك؟ نعم، لكن هذا القرار كما قلت ليس قرار من الجامعة العربية، هذا قرار من دولة المركز التي يدور محورها الآن في المملكة العربية السعودية. وكانت القيادات السابقة يعني مع كل احترامنا للقيادات السعودية السابقة لم تكن عندها هذه الجرأة التي تمثلت لخادم الحرمين الملك سلمان بأنه يتخذ قرار الحرب في هذه الظروف، لأن هناك يعني خطر يهدد أمن المملكة ويهدد الممرات التجارية الدولية ويهدد دول مجلس التعاون وممرات الطاقة. وبالتالي نقول أنه بعمله هذا أيضا وجد تأييدا من الدول الأوروبية بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي لم تعترض على موقفه. لكن فيما يتعلق فيما جرى سابقا لم يكن هناك من هو قادر على اتخاذ القرار الحاسم، لم يكن هناك قائد عنده إرادة سياسية لاتخاذ قرار كما يحدث في العراق بعد سنة 2003 ولا ما يجري في سوريا. كانت كلها الدنيا تتقلب من جامعة الدول العربية إلى مجلس الأمن الذي أنا أسميه غرفة المبكى العربي، دائما يذهبون إليه ويعودون بخفي حنين مع الأسف الشديد. وهنا نقول أن الآن قد تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وأصبح أمام دولة مركزية صاحبة قرار صاحبة إرادة عندها القدرة العسكرية والمالية والنفوذ السياسي، بدليل أنها في أقل من 48 ساعة جمعت حولها أكثر من 14 دولة حتى الآن مستعدة للمشاركة فيما يجري في اليمن. طيب يعني يأخذ البعض يعني كالعادة بعض الذين يعني يروجون لما تريده ما يسمى مثلا محور المقاومة في المنطقة وما إلى ذلك، يأخذ يعني عدم أخذ إجراءات مباشرة في القضية المركزية كالقضية الفلسطينية مثلا وتأخر ذلك. بالمقابل ماذا تقدم هذه القمة العربية على هذا الصعيد؟ نقطتين هامتين في قمة شرم الشيخ اليوم. النقطة الأولى، كنا نتوقع من رئيس القمة اللي هو المشير السيسي، كنا نتوقع منه أن يتخذ عندما تعرض لبند فلسطين في خطابه الطويل، كنا نتوقع أنه يقول أنه قد أمر برفع الحصار عن قطاع غزة وأنه أمر بانسياب المواد الأولية من أجل إعادة إعمار غزة وأنه لا وجود للخلاف بين رام الله وغزة أبدا ولا مظلة لغزة ولا مظلة لرام الله من القاهرة تجاه ما يجري في غزة على الإطلاق. كنا نتوقع ذلك، ولكن مع الأسف لم يقل بذلك شيئا وما زال الحصار مفروض على قطاع غزة، ولا يتوقع من مصر أن تفعل شيئا من أجل فلسطين طالما هي شريك في الحصار على الشعب الفلسطيني. 1,700,000 إنسان الآن يعانون من الأمراض ويعانون من قلة الأدوية ويعانون من المستشفيات ويعانون من التعليم والسكن وإلى آخره. الأمر الثاني، في خطاب محمود
عباس. هذا محمود عباس مسكين أظنه مصاب بمرض الشيزوفرينيا، مرض العظمة، مرض القوة، محب للخطابات. مع الأسف الشديد أنه وقف يريد أن يطبق ما يجري اليوم في اليمن من التضامن العربي على قطاع غزة. طيب. أليس ذلك هي مأساة التاريخ الفلسطيني؟ نحن لا نريد قيادة فلسطينية بالشكل ده، ونناشد الجامعة العربية ومؤتمر القمة العربية الآن ألا يقفون سندا ودعما للسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس، لأنه طيب. محمود عباس مهمته أنه مؤسس لشركة ذات مسؤولية محدودة. نعم دكتور محمد، يعني هذا توجه يعني لا نريد أن نخوض في تفاصيل يعني سياسية داخلية قد تكون، يعني بالمقابل يعني مسألة وهي عنوان العريض قد يكون لهذه القمة وما سبقها هو تشكيل قوة عربية مشتركة، ويعني طرحت على في مساعي الزعماء العرب، بعض زعماء العرب، هذه القوة العربية المشتركة التي يعني يرى البعض بأن لها وظائف مختلفة قد تجير باتجاهات وقد تكون فعلا فاعلة لاستعادة يعني كما يقال السيادة للعرب على أراضيهم. ماذا نتوقع من هذه القوة؟ سيدي ما قلته يعبر عن رأي مراقب وهو المتحدث معك الآن، ولا يعبر عن رأي دولة. ما أقوله بشأن السلطة الفلسطينية من حقي أن أقوله وأقوله في كل مكان إن شئت. الأمر الثاني فيما يتعلق بمصر هذا هو رأيي. فيما يتعلق بالقوة العربية المفروض إقامتها وتشكيلها، أعتقد أنها ستكون مثل قوة الدفاع العربي المشترك أو القوات المشتركة التي كانت مشكلة في مطلع السبعينات من القرن الماضي والتي لم تجدي نفعا على الإطلاق. القوة العربية الآن الفاعلة هي لأن هناك دولة مركز عندها كل الإمكانيات المتوفرة وقادرة أن تجمع حولها قيادات لهدف محدد. عندما ينتهي ذلك الهدف المحدد سنرى هل هذا التجمع سيستمر بكيانه وبقوته لتحقيق أهداف عربية أخرى ووضع قوة عربية تتصرف بها دولة المركز في مواجهة الأزمات التي تعتصر الوطن العربي. ذلك ما سننتظره بعد أن تضع الحرب أوزارها في اليمن. إذن يعني سيد محمد مسفر، يعني هي طروحات نظرية برأيك، يعني هذه الطروحات كالعادة في القمم العربية مسألة تشكيل قوة مشتركة وعمل عربي مشترك، إلا إذا كان كما أنت تسميه يعني الالتفاف حول دولة المركز أو دولة قوية. طيب بالمقابل المراقبين والجميع يعلم التمدد للنفوذ الإيراني الذي بات يوصف بالاحتلال الإيراني لدول عربية، عواصم عربية، حتى على لسان المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن امتلاكهم للسلطة في 4 عواصم عربية. هل نشهد الآن بداية لارتداد هذا النفوذ بناء على الرد العربي الذي يتكون الآن؟ يا سيدي النقطة الأولى التي هي في مواجهة التمدد الإيراني هي الآن مواجهة في اليمن، وأنا أعتقد أنه قد انتهى دورها في اليمن حتى هذه الساعة، ولم تعد لها القدرة بعد أن أغلقت الأجواء الجوية والمواني البحرية في وجه أي تدخلات خارجية. وبالتالي نقول أنه من هنا نبدأ، ستقضي دولة المركز مع حلفائها العرب ومع حلفائها من الدول الإسلامية الغير عربية أيضا لوقف جموح التيار الفارسي الذي يعمل على تمديد الإمبراطورية الفارسية، والذي قالوا عنه أنهم يبنون إمبراطورية فارسية عاصمتها بغداد، ويقولون أيضا أنهم يتمددون من البحر الأبيض المتوسط حتى باب المندب. هناك لابد من إيقاف لهذا التمدد، وأنا أعتقد أنه نقطة البداية إن شاء الله أن تكون من اليمن لإنهاء نفوذهم في هذه المنطقة، ومن هناك لا بد العودة إلى ما يجري في العراق الذي سلب منا وسرق ونحن نتفرج منذ سنة 2003 حتى الآن، وإيران تهيمن عليه، وكذلك تهيمن على سوريا وتهيمن على لبنان، وعندها أهداف أنها تهيمن على أجزاء أخرى من الوطن العربي، لكن
قد كسر جناحها إن شاء الله في اليمن. دكتور محمود، عفوا دكتور محمد مسفر، يعني ولكن بعض المراقبين يرى بأن ما تطور في الآونة الأخيرة هو نوع من يعني تقاسم النفوذ، يعني ما سيتم في اليمن لا يعني الذهاب باتجاه تغيير الموازين في العراق وسوريا، يعني بمعنى آخر هي ليست تكرارا لإعادة الكل أو لا شيء التي اتبعتها قوى أقليمية ودولية حتى في المنطقة، يعني تقاسم نفوذ للذاهبين باتجاه الجنوب وتكريس الأمور في اليمن أن يتركوا الأمور في العراق وسوريا لإيران. يعني ما تعليقك على هذا الكلام؟ لا أعتقد ذلك. العقلية السعودية والعقلية الخليجية مختلفة جدا عن أصحاب هذا الرأي الذي تقول به. ليس هناك محاولة لتقاسم النفوذ على الإطلاق. هناك الحديقة الخلفية للمملكة العربية السعودية اليمن، لمجلس التعاون هي اليمن، وبالتالي لابد أن يحمون خلفيتهم هذه في اليمن. فيما يتعلق بالعراق هذا شأن آخر، ولا أعتقد أنه وقته الآن للحديث فيه. لابد أن إذا 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 أردت أن يكون لها حلقة مستقلة للحديث فيها عن العراق وعما يجري فيه الآن، لكن اليمن ليس هناك أكثر من 2-5% من الشعب اليمني قد يقبلون بنفوذ إيران في هذه المنطقة، وهم الحوثيين، والآن لا يشكلون الأغلبية. أما في العراق فمنذ سنة 2003 وقد أنشبت إيران أظفارها في العراق بنفوذ أمريكي أيضا، بحكومة طائفية مطلقة تابعة لإيران، وبالتالي نقول أن الحدث أو الحديث عنها يحتاج إلى وقفة، وليس الانتقال من اليمن لتصفية الوضع الإيراني في العراق، ذلك ليس الهدف الآن. دكتور محمد، دكتور محمد، الحكومة العراقية التي أشرت إليها يعني ووزير خارجيتها الجعفري يعني كان قبيل القمة، والقمة الآن يعني أعمالها منعقدة والأعمال لا تزال مستمرة، يعني أشار إلى نوع من التحفظات على استباق، كما يعني ورد على لسانه، استباق بالقيام بأعمال عسكرية، أنه لابد من الحلول السياسية واللجوء للحلول السياسية في اليمن وغيرها. يعني إلى أي حد قد يكون هناك موقف متطور لمثلا بعض الدول التي عرفت باعتراضها على ما يناسب الحاضنة العربية هذه، يعني إن كانت العراق أو الجزائر مثلا ولبنان التي اعترضت كذلك؟ على ماذا اعترضوا لبنان والعراق والجزائر؟ يعني لم ينسجموا مع القرارات الأخيرة القرارات اللي هي بعملية الحرب في اليمن؟ نعم، يعني تشريعها والتعاطي، عدم أعطاء كما يقولون الحل السياسي مداه. يا سيدي، هو الحل السياسي هو مطروح من زمن طويل وفيه مفاوضات من سنة 2012 ولم يصل إلى حلول. هذه المفاوضات يديرها أيضا مندوب الأمم المتحدة هناك جمال بن عمر، ولم تجدي نفعا، وكلما اتفقوا ينقضه الحوثيين وعلي عبد الله صالح، ومن سنة إلى أخرى إلى 26 سبتمبر التي اجتاحوا فيها المدينة صنعاء واحتلوا الدوائر الرسمية واحتلوا المعسكرات واحتلوا واعتقلوا رئيس الجمهورية وضعوه تحت الإقامة الجبرية واعتقلوا مجلس الوزراء بكامله ومن قبل ذلك مستشار الرئيس. وبالتالي نقول أنهم هم قد بدأوا بالعدوان، وهم قد بدأوا بالنفض الذي يرفضون فيه الحلول السلمية. هم اتفقوا جميعهم في الحوارات اليمنية بشهادة جمال بن عمر، ولكن مع الأسف لم يلتزموا بكل ما اتفقوا عليه في هذا الأمر الذي قاد إلى هذه المواجهة. حتى نحمي الشعب اليمني من طغيان وجبروت علي عبد الله صالح الذي قادم من أجل الانتقام والحقد على الشعب اليمني الذين أسقطوه في معركة 2011 وبمظاهراتهم واحتجاجاتهم السلمية. وبالتالي نقول أنه كلنا ندعو إلى حلول سلمية، ولكن أصحاب الحلول السلمية لم يتوفرون حتى الآن. الحوثيين يرفضون الحل السلمي، علي عبد الله صالح يرفض الحل السلمي، ولو أنه الآن يتشدق بأنه يدعو إلى وقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات. ليس لم يعد هناك تفاوضات القوة الآن أصبحت، أو حوار القوة كما يسمى الآن في اليمن، ولم يعد حوار سياسي. دكتور محمد،
نعم، يعني البعض يرى بأن المبادرة العربية إجمالا، يعني المبادرة بالفعل بمنطق القوة كما تسميه، يعني إن كانت هي بوجه النفوذ الإيراني، إلا أن هناك نفوذا إقليميا آخر يعني لا يستهان به. يعني أين تركيا من كل ذلك؟ تركيا سيدي قد أبدت رأيها في هذا الموقف، وأنها تقف مع دول مجلس التعاون في ما يتعلق بما يجري في اليمن. الباكستان نفس الشيء عملت ذلك. تركيا أصدر رئيسها خطاب مطول ينتقد فيه السياسة الإيرانية على الملأ بالكامل، وبالتالي نقول أن إيران ليست بعيدة عن الحلول التي تجري في المنطقة وترتيبات المنطقة، وبالعكس إيران دولة شريكة، قصدي تركيا دولة شريكة، دولة لم تعادي أي دولة عربية على الإطلاق حتى الآن، دولة لم تعتدي على أي دولة عربية حتى الآن، وبالتالي نقول أنها شريكة معنا في كل ما نتمنى. يعني دكتور محمد، بحسب قراءتك ومتابعتك، يعني بالنسبة لتركيا، هل نشهد يعني قلب صفحة جديدة في الفترة القادمة تجاه دول عربية؟ يعني معروف يعني هناك بعض التناقضات. أريد توضيح سؤالك بالضبط. يعني هناك بعض التناقضات بين تركيا وبعض الدول العربية، وهل نشهد يعني هناك مساعي، وخاصة الآن يعني القمة العربية منعقدة، وهناك من العرب الأطراف العربية من يشاطر وجهة النظر التركية، هل نشهد تحسينا لهذه العلاقات والشراكة في وجه التمدد الإيراني؟ أنا أعتقد أن هناك سوء فهم في القاهرة تجاه إيران، تجاه أنقرة، ترى إسطنبول، وهناك سوء فهم في القيادة السياسية على الإطلاق، وبالتالي عندها خلفية أو موروث تاريخي في قضية حكومة الأخوان المسلمين والانقلاب الذي تم عليها. أنا أعتقد عندما تسمى هذه التصفيات وتنتهي هذه الأزمة بين تركيا ومصر من هذه الناحية، أعتقد أننا نؤلف قوة عربية إسلامية قوية تتكون من مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، وبذلك نشكل محورا قويا في مواجهة إسرائيل وكل أعداء الأمة العربية. نحن لا ننشد أن نكون أعداء لإيران، ولا ننشد معاداتها واستعدائها، نريد أن نتعايش ونعيش مع بعض، لأننا نحن شركاء في الجغرافيا، شركاء في الديانة، شركاء في التاريخ، وبالتالي لكن إيران لا تعاملنا بهذا المنظر. إيران لم تحسن التعامل معنا، إيران تنظر إلينا من علن، وكما قلت لك أن مستشار الرئيس الإيراني الحالي قال نحن نشكل إمبراطورية لنا، عاصمتها بغداد، وأننا نتمدد في كل أجزاء الوطن العربي ونعيد قوتنا من جديد. إذن ضيفي الكريم الدكتور محمد المسفر من جامعة قطر، كنت معنا في محورنا الأول في حلقة اليوم، شكرا جزيلا لحضورك. مستمعينا، نعود لمتابعة حوارنا اليوم، قمة شرم الشيخ وعودة العرب إلى دائرة الوجود، مع ضيفي من باريس الدكتور خطار أبو دياب، للتركيز على آفاق التطورات في المنطقة بعد عاصفة الحزم، ونستمع بداية للتقرير.
عملية عاصفة الحزم جنوب الجزيرة العربية تعتبر مقدمة لتغيرات محورية في المنطقة، قد تؤسس لتغيرات في شمال الجزيرة بحسب بعض المراقبين، وتقود المملكة العربية السعودية بمشاركة عدد من الدول العربية الأخرى العملية لتحرير اليمن من الانقلاب الحوثي وهيمنة إيران، ما شكل مفاجأة كسرت الصور المكرسة مؤخرا من هيمنة إيران على مفاصل المنطقة من بغداد إلى دمشق فبيروت وصولا إلى صنعاء. وفي غياب الحسم الأمريكي لكثير من الملفات العالقة في المنطقة، يرى البعض بأن إدارة أوباما باستغراقها في الحرب على الإرهاب بمعايير مزدوجة تعادي بعضه وتتغافل عن بعضه الآخر، وإصرارها على إنجاح التفاوض على الملف النووي تركت الحبل على الغارب ما استغلته إيران. ولكن وبعد أيام، على اعتبار الرئيس باراك أوباما لليمين كمثل ونموذج في مكافحة الإرهاب، جاء اجتياح الحوثيين لصنعاء، ثم تمادى حلفاء إيران الرافضين للتسويات السياسية ليقطعوا الخطوط الحمراء التي رسمتها السعودية، وبالتالي كانت عاصفة الحزم الرد الذي يراه كثيرون بدء عودة لسيادة العرب على أرضهم. إلا أن التأمل في المشهد يأخذ المحللين باتجاه توقعات مختلفة، فمنهم من يرى أفق التحركات العربية محددا في هذه العملية، بينما رأس الأفعى في مكان آخر، على أن المستقبل قد يحمل أبعادا أوسع للحدث تبدأ جنوب الجزيرة ليرتد صداها شمالها. لبرنامج زاوية حرج، أكرر ترحيبي بك الدكتور خطر أبو دياب من باريس، مرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. دكتور خطر، وحديثنا اليوم يعني استعادة المبادرة عند العرب، كنت قد تحدثت عن ذلك في مقال صادر لك اليوم، حتى أنك تحدثت عن مسألة العملية، عملية عاصفة الحزم، وتحدثت عن عناصرها المفاجأة وانتزاع المبادرة كعاملين للنجاح، ولاحقا أنت تشير إلى بلورة مشهد إقليمي جديد، تصحيح الخلل في موازين القوى. إلى أي مدى سيصل هذا التصحيح في المشهد وفي موازين القوى؟ نعم، أنا لم أتكلم عن انقلاب في موازين القوى أو عن انقلاب كامل في المشهد، لكنني ركزت على هذه البدايات، لأننا نعلم في كل مواجهة من هذا النوع نرى البدايات، ونحاول بعد إذن استشراف المدى المتوسط والمدى البعيد. نعم. أظن أن الأهم هو أعطاء الإشارة الكبيرة بأن اللعبة الإقليمية لا يمكن أن تبقى تحت الإشراف المطلق للقوى غير العربية، ولا يمكن لهذا التمدد الإيراني أن يحصل دوما على حساب العرب، ولا يمكن هذا الاستهزاء بمقدار القوة العربية. كما قلت، أهل البيت هم أدرى بما فيه، ومن هنا أظن أن هذه البداية مبشرة، لأنه حسب معطياتي الولايات المتحدة أخذت علما قبل ساعات من العملية، وتم الكتمان بشكل جيد، وهذا معطى أيضا جيد، التنسيق جيد، استدارة السودان هذا معطى جديد مهم جدا، ونعلم أن السعودية لها عمق مصر والسودان أيضا، كل هذا يشكل عناصر قوة إضافية مهمة جدا في اللعبة الإقليمية المضطربة. دكتور خطر، توقف عند هذه النقطة يعني التي أشرت إليها، بأن الولايات المتحدة أخذت علما قبل ساعات من بدء عملية عاصفة الحزم، إذن يعني قرار عربي مستقل نحن نتحدث، الذي كان يعني كثيرا كان يقال سابقا يعني هي إرادة أمريكية لبقاء المنطقة بهذا الوضع وانفتاحها باتجاه إيران وما إلى ذلك. يعني إذن نعم، الولايات المتحدة تخطط منذ فترة، خاصة تحت إدارة أوباما، بأن العرب في الجيب، يعني بمعنى أو بآخر هؤلاء العرب هم ضمن العناصر الصديقة التابعة الحليفة لنسميها ما شئنا للولايات المتحدة الأمريكية، ولا حول لهم ولا قوة إلا تحت الحماية الأمريكية. ولكن هذه المرة كان هناك هذه
يمكن أن نقول بدايات اليقظة، بدايات الصحوة، هذه النقزة العربية، أي أن هذه الأطراف بقيادة المملكة العربية السعودية قالت نحن هنا، نحن موجودون، لا يفرض علينا صفقات خارجية. سبق في مسألة البحرين أن قامت السعودية بدور مشابه، دخلت قواتها تحت عنوان درع الجزيرة إلى البحرين من دون علم الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة الإشارة هي أقوى، وسبق أيضا للعربية السعودية ودولة الإمارات أن عاندا بقوة الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة مصر، والآن يتطلب. نعم دكتور، يعني نحن نتكلم مع الدكتور خطار عبر سكايب، يعني لا أعلم إن كان هناك مشكلة في الاتصال. سوف نعود الاتصال بالدكتور خطار أبو دياب ونتابع حديثنا حول ما تنتظره المنطقة بعد المتغير بانطلاق عمليات عاصفة الحزم. نعم دكتور خطار، يبدو أن الاتصال عاد. تسمعني دكتور خطار؟ نعم نعم، أنا نعم. أقول بأن هذه المرة المملكة العربية السعودية عبر ما حصل مع مصر كانت على حق هي والدولة الإمارات في ترتيب الوضع في مصر وتحصين الوضع في مصر. تصوروا لو كان الرئيس مرسي الآن برأيي كان الوضع أصعب. لا يعني هذا أن مصر عادت إلى قوتها السابقة، لكن مصر اليوم كما رأينا في القمة العربية تعود للاستقرار، وهذه أيضا إشارة جيدة للمستقبل أن عناصر القوة العربية أخذت تتجمع ولو بشكل بطيء وتصاعدي. طيب دكتور، يعني تتزامن هذه العمليات مع ما كان ينتظر من كشف لما توصلت إليه المفاوضات النووية الإيرانية مع الغرب ومع الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، إلى أي حد ستتأثر هذه المفاوضات أو ما هو الأثر الممكن؟ منذ البداية تركز واشنطن كما طهران على أن التفاوض في الموضوع النووي. نعم دكتور، سنحاول العودة عبر اتصال بوسائل أخرى مع دكتور خطار، يعني يبدو أننا نعاني من مشاكل في الاتصال عبر سكايب، يعني من المصدر قد يكون. نعم دكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي من باريس، تسمعني الآن أليس كذلك؟ نعم تفضل دكتور خطار. يعني كنت تتحدث يعني عن التأثر المتبادل قد يكون. نعم نعم تفضل. برأيي المواضيع متصلة ببعض. إيران أصلا كانت تأخذ دوما، أخذت لبنان رهينة في العام 2006 في موضوع تحسين التفاوض على النووي، وبعد إذن أخذت كل المنطقة من العراق إلى لبنان إلى منطقة الخليج من أجل أن تكون القوة النووية والقوة الإقليمية في أن المعن. وإدارة أوباما كانت تلاطفها وكانت تتركها تعيث هنا وهناك من أجل إتمام المفاوضات. الآن بالنسبة لإدارة أوباما كانت تفكر أنه يمكن أن يكون هناك ركيزة إسرائيلية وركيزة إيرانية، كان هناك كما قلت نوع من الاستهتار بالوضع العربي. الآن بالرغم من كل شيء هذه العملية شكلت إشارة قوية لواشنطن ولإيران، رغم أن واشنطن الآن تحاول القول أنها تدعم وتدعم وتدعم، لكن الإشارة القوية أنه لا يمكن إهمال القوى العربية الموجودة، وأن مسألة التفاوض أصلا حولها مشكلة كبيرة. إيران تريد رفع كل العقوبات دفعة واحدة، لا تريد استمرار التحقق. برأيي رغم كل التفاؤل المحيط في هذا الموضوع يمكن ألا يحصل قبل 31 مارس اتفاق إطار كما يسمى، بل وثيقة معينة لإنقاذ ما واجه إدارة أوباما وفريق روحاني. سنرى، نحن أمام 4 أيام مسافة قصيرة، ولكن أظن أن الحدث الذي جرى في اليمن هو نوع أيضا
يعطي الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية يعطيه إشارات قوية حول موازين القوى في المنطقة، وأظن أن الأمور ستتعقد مع هذه العملية. إذن يعني استقلال القرار في المنطقة عن تأثر بالقرار أو قرار إدارة أوباما تحديدا، يعني قد يحرم أوباما حتى من آخر ما كان يسعى إليه في فترته الرئاسية الثانية في تطوير علاقات مع إيران والخروج بمكسب سياسي ما كرئيس أمريكي في نهاية ولايته. دكتور خطار، بالمقابل يعني البعض قرأ بأن هذه المسألة قد ما ينطبق على جنوب الجزيرة العربية قد ينطبق على شمالها، إلى أي حد هذه القراءة صائبة؟ أصلا بالنسبة للرئيس أوباما كما قلت هو عبر الاتفاقية يمكن أن تسمى وثيقة اتفاق بدل الاتفاق الإطار، سيحاول خلال الشهور الثلاثة القادمة إنقاذ ماء الوجه وإيجاد إنجاز، وهذا يتوقف على قبول الإيرانيين فعلا الشفافية الكاملة والتخلي عن حلم القوة النووية العسكرية أو تأجيل الحلم إلى مرحلة أخرى والقبول ببرنامج نووي بلا أنياب. عند ذلك من الممكن أن ينجح أوباما، لكن هذا مشروط كما قلت بالشهية الإيرانية وبالقدرة الإيرانية على أن تتخلى إيران عن هذا الطموح الغير واقعي في منطقة مضطربة بالأساس. أما بالنسبة لشمال شبه الجزيرة العربية وأنتم تعنون بالذات المحنة السورية الكبرى والمأساة وبلاد الشام، لاحظنا كيف أن واشنطن تبقى تتحكم في اللعبة. لم ينجح الجنرال سليماني في احتلال تكريت، لم تنجح إيران في احتلال تكريت، لم ينجح الحشد الشعبي في احتلال تكريت، واضطروا من جديد للاستنجاد بالأمريكيين. وما يحصل الآن في سوريا على الأرض ومن دون الدعم المطلوب عبر اللحم الحي وعبر الإمكانات الذاتية، ها هي بصرة الشام تحرر من قبل أبطال حوران، وها هي مدينة إدلب أيضا تتحرر، بمعنى أو بآخر أن الصمود السوري هو بحد ذاته معجزة. والآن مع هذا التغير في ميزان القوة ولو البطيء ولو التدريجي سيتحسن الوضع، لأن إشارات الانخراط الإيراني والتورط الإيراني، وبالرغم من أن إيران لن تدع سوريا والعراق ولبنان بسهولة، لكن عناصر المقاومة قوية جدا لهذا التوغل لهذا الاكتساح ولهذا التدخل في الشأن العربي. وأظن أنه أن الأصوات ستتصاعد، وأظن أن تركيا بالذات ستأخذ أيضا قرارات ربما في مناطق ملاصقة لها تحسن الشروط في الشمال السوري. سنرى أن تتم إيجابية، بمعنى أو بآخر حتى النظام عندما نرى سقوط محمد الأسد ثم سقوط فواز الأسد، ونرى قبل ذلك ما جرى مع رستم غزالي، في حرب الاستنزاف دوما الشعوب هي التي تكسب، وفي حرب الاستنزاف بالرغم من كم الدعم وكم التغاضي الدولي إزاء النظام السوري، بالرغم من ذلك الشعب السوري هو الذي سيكسب. دكتور خطار، حتى يعني هناك من يشير إلى أن هناك حالة من الاستجداء أو ما يقارب الاستجداء في التصريحات الأخيرة لرأس النظام في مقابلة مع تلفزيون أمريكي عن التواصل مع الولايات المتحدة وعدم ممانعة ذلك. طيب دكتور، ولكن على الأرض يعني اليوم السوريون كما أشرت كثير من السوريين يرى بأن الميدان كان الحكم والمبادرات السياسية لم تأتي أكلها، بالمقابل بمقارنة مع ما حصل في اليمن، الطرف الذي تعنت ودائما الطرف الموالي لإيران يعني يتعنت في المفاوضات السياسية أو أي يعني إعاقة أي حل سياسي، بالمقابل الأمور تتجه في اليمن باتجاه تكريس يعني قوة الميدان في النهاية. في اليمن يا صديقي إسرائيل ليست جارة اليمن، وإسرائيل لها حساباتها، ليست المسألة فقط ذاك الدعم المطلق الروسي والإيراني والانحياز، ولكن هناك أيضا حسابات الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تعرف من هو البديل قبل إسقاط رأس النظام، وهذا الذي يحمي كثيرا رأس النظام، عدم توصل القوى المناهضة له إلى برنامج وطني بديل يطمئن كل السوريين، يجمع كل المكونات، يشغل صيغة ملائمة، لأن من يأخذ سوريا غير ما يأخذ اليمن. اليمن سيبقى وضعه صعب، لكن هناك
الجار السعودي الكبير، وهناك محيط إقليمي متماسك. في سوريا المشكلة الكبرى هذا النظام أدى خدمات للجميع، لعب دور تعطيلي على الصعيد الجيوسياسي المطلوب، وهذا ما يحاول الغرب فرضه من خلال بعض المساومات، أن يكون هناك نظام شبيه لها ونظام. ولهذا المسألة ليست سهلة في سوريا، الخيارات صعبة، ولكن كما قلنا الميدان يقرر، وفي نهاية المطاف لن تتمكن إيران من جعل سوريا محافظة لها، لم تتمكن الحسابات الإقليمية من الطغيان. الكل يخاف قوة الشعب السوري وقوة الإرادة السورية وقدرة سوريا على أن تكون قوة مركزية وسطى في هذه المنطقة من العالم، ولهذا تزداد الصعوبات. ولكن دكتور خطاب بهذه السهولة، ولكن نعم. البعض يعني يرى بأن يعني بالمقابل أنت تشير إلى مسألة دقة تموضع سوريا ووجود إسرائيل وما إلى ذلك، ولكن يعني في المسألة اليمنية هناك باب المندب وهناك خطورة على الاقتصاد العالمي إجمالا، وخاضت ولكن ذهبوا إلى منطق القوة ولكن بشكل مدروس قد يكون بشكل مدروس، ولكن حتى الآن لم تنتهي المسألة، لم تنتهي المسألة، ويمكن أن تنحرف إلى صراع أقوى من الصراع الذي نشهده اليوم. لا أحد يقول بأن المسألة ستنتهي في أيام وأسابيع، يمكن أن تدوم أكثر. المسألة حرجة، ولكن نعم بالنسبة لباب المندب ولمضيق قرمز، عندما حاولت إيران منع الملاحة في أواخر حربها مع العراق أتى العالم وأوقف الحرب، وأعتقد الآن العالم بشكل أو بآخر يؤيد الخطوة السعودية، لأنه لا يريد لأحد أن يتحكم بمضيق هرمز أو بباب المندب ويعطل الملاحة في الخليج. نعم، يعني يعني بالمقابل يعني ومن ضمن ما تحدثت به، يعني الحل السياسي، أين بات الحل السياسي اليوم؟ يعني هل من الممكن إقناع اليوم أي أحد على الأرض بأن الحل السياسي مجدي حين نتكلم عن سوريا؟ يعني حينما يرون السوريون يرون تقدم الثوار على الأرض ويرون حتى القوى الإقليمية الرافعة العربية تتصرف، حتى تقدم الثوار على الأرض لنكون واقعيين، أنا منذ البداية أقول المسألة في سوريا لا تقاس بالأمطار المربعة وبهذه النسبة أو تلك وبهذه المدينة أو تلك. المشكلة في سوريا أعقد من ذلك، لأن النظام إذا تمسك بالعصب المركزي في دمشق وبمنطقة يسيطر عليها سيبقى في السرداب لآخر لحظة وسيمدد المأساة، ويمكن أن ييأس البعض ويقول لماذا لا تكون المسألة مناطق نفوذ وتقسم ولا تشرعا، لكن برأيي للوصول لحل سياسي لابد من تحسين الشروط. الآن مع الذي جرى في حوران وإدلب تحسنت بعض الشيء الشروط، ولكن مع هذا النظام وطبيعة هذا النظام الحل السياسي صعب جدا من دون ضربة قوية على رأس هذا النظام، وهذا هو الواقع المر. ومن أجل ذلك رأينا منتدى موسكو ولم يعطي أي نتيجة، يمكن أن يكون هناك عمل آخر في القاهرة، كل ذلك برأيي دوران في حلقة مفرغة، لأنه يتوجب مع وصول الوضع في سوريا إلى ما وصل إليه أن يجتمع في يوم من الأيام مجلس الأمن الدولي ويقول نفرض جناب واحد، ومن لا يقبل بجناب واحد يعاقب وفق الفصل السابع. بدون هكذا إرادة دولية لن يكون هناك حل سياسي في سوريا، لن يكون بمؤتمرات إضافية لا للمعارضة ولا للمولات. إذن دكتور، يعني في مجمل حديثنا، يعني قمة شرم الشيخ هل تمثل تكليلا لعودة العرب إلى دائرة الوجود كما أسميناها وإنجاز التعبير؟ نعم، أنا أعتقد أن قمة شرم الشيخ أفضل من غيرها، لأنها أتت بعد فعل عربي وليس تكون مهرجان كلامي. قمة شرم الشيخ أفضل من غيرها، أن مصر تعود ولو ببطء لكنها تعود إلى الساحة. قمة شرم الشيخ أفضل من غيرها لأن كان فيها واقعية، لأن الحديث فيها حتى عن القضية المركزية الفلسطينية لم يكن حديثا طوبويا بل حديثا واقعيا، إرسال مندوبين إلى الكونغرس، إرسال مندوب من الأمم المتحدة، ترجمة المبادرة العربية عمليا، دعم الشعب الفلسطيني حول سوريا. كان هناك كلام بعض المرات قوي بعض المرات خفيف، لكن في النهاية أظن أن المثل اليمني سينسحب على دول أخرى من أجل تسويات أو من أجل فرض وقائع. هذه القمة أفضل من غيرها لأنها كانت ضمن إطار بدايات الفعل العربي. لا أغالي وأقول أن العرب عادوا ليكونوا اللاعبين الأساسيين في محيطهم، لكن أقول
ان العرب بدأوا يتحسسون خطورة غياب الموقع العربي واخذوا يحاولون العودة الى دائرة الفعل. نعم دكتور خطار ابو دياب كنت معنا من باريس، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك في حلقة اليوم من برنامج زاوية حرجة. شكرا لك دكتور خطار. لكم شكرا. مستمعينا مع نهاية حلقة اليوم من زاوية حرجة قمة شرم الشيخ وعودة العرب إلى دائرة الوجود، نشكر ضيفي الحلقة. في النصف الثاني من الحلقة كان معنا الدكتور خطار أبو دياب للتركيز والحديث عن آفاق التطورات في المنطقة بعد عاصفة الحزم، وفي النصف الأول من الحلقة نشكر كذلك كان مشاركة الدكتور في جامعة قطر محمد المسفر، وتم حديث عن أجواء القمة والمنتظر منها. نشكر طيب متابعتكم مستمعينا. كان معكم في الهندسة مهند القصوص، وفي الإخراج حسني سلامة، والإشراف فارس الذهبي، وكنت معكم في الإعداد وتقديم أنا حازم العريضي. نلتقيكم في نفس الموعد الخامسة مساء بتوقيت دمشق أيام السبت والاثنين والأربعاء لسوريا، ولكم السلام. زاوية حرجة مع حازم العريضي.